السلام عليكم، عدنا من جديد، واليوم حنتكلم عن أهم ثلاث مكملات المفروض تواجدهم في كل نظام مكملات غذائي. الثلاثة متوفرين من شركة ماي بروتين. لو كنت مهتم فينك تشتري مكملات ماي بروتين، كود الخصم راح يطلع الآن، حتاخذ 15% خصم على أوردرك الأول. وفي خبر ثاني، ثلاث مكملات اللي حنتكلم عنهم اليوم راح نهديهم فور فري لواحد من الفائزين. عشان تعرف تفاصيل المسابقة تابع حساب الانستغرام، وخليك متابع الحلقة هاي. خلينا نبتدي وبيس. السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده في برنامج في المكملات، واللي حنتكلم زي ما حكينا عن اهم ثلاث مكملات المفروض تواجدهم. هم مش اهم ثلاث مكملات، ولكن هم المكملات اللي بيكونوا متواجدين او يجب تواجدهم في اي نظام مكملات غذائي بتفكر انك تاخذه. وقبل ما اننا نتكلم عنهم، وجب التنبيه يا اصدقائي ويا اعزائي انه المكملات الغذائيه هي مكملات وليست اساسيات. فانت لو ما عندك نظام غذائي كامل بيوصلك لاهدافك، المكملات الغذائيه ما راح تفيدك ابدا. ومن باب اولى دائما انك تصلح نظام غذائي وتكون قادر على الحصول على كل العناصر الغذائية من غذائك نفسه الأساسي الصحي قبل ما أنك تدخل مكملات غذائية. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. المكمل الأول والأكثر شهرة اللي بتاخذ قبل التمرين بتاخذ بعد التمرين، وفي بعض الدراسات بتقول اللي بتاخذ خلال التمرين، وهو الواي بروتين او مصل اللبن باللغه العربيه. ولو انت كنت عايش في كهف وعمرك ما دخلت جيم، فالمفروض انك تعرف انه الواي بروتين هو البروتين الاكثر استخداما وشهره في مجال الرياضه بشكل عام ورياضه كمال الاجسام بشكل خاص للبناء العضلي. والدراسات بتحكي انه استهلاكك لكميه من البروتين بتزيد حرق الدهون الى اخره الى اخره. وشرحنا في حلقه ماضيه الفرق بين انواع البروتينات، الواي بروتين، ايسو بروتين، بروتين كونسنتريت، والكازين. وعشان انا بعزك وعارف انك واحد كسول مش هتروح تدور على الفيديوهات القديمه، هختصر لك الموضوع بثلاث ثواني او اكثر. اغلب هذه البروتينات مستخلصه من الحليب، والحليب يحتوي على نوعين بروتين اساسيين، هما الواي بروتين او مصل اللبن، هو الاسرع امتصاص، خلال ساعتين بيكون ممتص في الجسم. والنوع الثاني هو الكازين، وهو بطيء الامتصاص وبتحول في جسمك لسائل لزج بطيء الامتصاص، ممتص خلال 8 ساعات، وبالتالي بياخذوه قبل النوم او في السحور قبل الصيام. ورمضان كريم جاي علينا. وهذه هي بالنسبه للامباكت واي، هو الاكثر شهره في موقع ماي بروتين. هو عباره عن واي كونسنتريت، وهو الواي بروتين الخام من غير ما يستخلص منه او ينزع من الكربوهيدرات والدهون. فبتلاقي فيه نسبه كربوهيدرات ونسبه دهون بسيطه، ما حتاثر عليك الا في حاله واحده، لو عندك حساسيه من اللاكتوز، فبالتالي يستحسن انك تاخذ النوع الثاني واللي هو ايسوليت او المستخلص من الواي بروتين. هذا هو بالنسبه للسبلمنت الاول الواي بروتين. والاحسن طبعا انك تحاول تدخل البروتين اللي انت محتاجه حسب اهدافك، سواء كان بناء عضلي او خسران الدهون، من الاكل الطبيعي، واللي ما حتقدر تكمله تكمله بالواي بروتين او مكملات البروتينيه. بالنسبه للمكمل الثاني راح نتكلم عنه، هو اهم من المكمل الاول ولكنه اقل شهره، هو المالتي فيتامين. عند ماي بروتين، شركه ماي بروتين عندهم الالفا من. بالنسبه لمكملات الفيتامينات في عندهم نقاط كثيره ممكن تتكلم عنها، ولكن اهمها اللي انا بدور عليه شخصيا هي كميه الزنك. كم في الزنك داخل المكملات؟ معظم المالتي فيتامين او مكملات الفيتامينات تحتوي على كميات قليله جدا من الزنك. حتلاقي في ارقام او تلاقي في مركبات كثيره على ظهر العلبه، ولكن كمياتها ضئيله جدا. الكميه اللي بتدور عليها بالزنك تتراوح بين ال 20 ل 50. 50 طبعا تعتبر كثير لو انت واحد ضخم وجثة ورياضي بشكل يعني محترف. الـ40 والـ50 بتكون مناسبة لك، ولكن لو انت مبتدئ او متوسط فالـ20 والـ30 ميلي جرام من الزنك يوميا تعتبر نسبة كويسة لك. وانت ما بتعرف، فالزنك مهم جدا 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 للاعبين الرياضيين، لان بنخسر هذه المعادن خلال التعرق، خلال بذل المجهود. وهذه المعادن او الزنك بالذات مهم جدا في صناعة التستوستيرون، وهو الخط الاحمر تبعنا، واهم هرمون في جسمك في رياضه كمال الاجسام والبناء العضلي. والعناصر الثانيه بدور عليها زي التريس اليمنت، اللي هي اشياء دقيقه زي السيلينيوم، كروميوم، مولبدينوم، ومستخلصات العشبيه زي النتليف اكستراكت والجريب سيت اكستراكت، اللي تعتبر انتي اوكسيدنت، واللي هي عناصر مهمه جدا في صحه الجسم. ومن الاشياء برضه مميزه في الالفا من ماي بروتين احتوائه على اللايبيز، بابين، والاميليز، وهي كلها انزيمات بتساعد على تحسين جهاز الهضم لو عندك سوء هضم. بالذات لو انت بتحاول تدخل 4 إلى 5 وجبات يوميه، انت محتاج جهاز الهضم يكون شغال 10 على 10. والمكمل الأخير اللي برأيي هو أهم من هذا كله هو البري ورك أوت، وهو مكملات الطاقة. المكملات تحتوي على الكافيين بشكل أساسي، هي عبارة عن كافيين، يعني مكملات الطاقة
احكي 70 ل 80% من الافكت تبعها او التاثير تبعها بيجي من الكافيين. اهم شيء بتدور عليه في البري ورك اوت نسبه الكافيين مش محتاج انك تكون عاليه جدا، لانه كميات العاليه من الكافيين ممكن تاثر عليك بشكل سلبي، بمعنى اخر انها تخرب مودك وتفجر وجهك في الجيم وما تقدر تتمرن. في عندك عارف سبوت معينه، سويت سبوت معينه، الكافيين كل ما زاد بيعطيك طاقه وبيعطيك تركيز وبيعطيك حماس، وبيوصل لمرحله معينه لو زاد عنها حيعطيك هبوط وحيخرب يومك. بالنسبه لي شخصيا كمية الكافيين المناسبة تروح بين 150 ل 200 احيانا 300 لو كنت مريح كويس ونايم كويس. ال 300 بتكون هي الماكسيمم تبعي، اي شيء فوق ال 300 لازم اكون حذر بشربه. لو حاخذ بري ورك اوت في اكثر من 300 ملغ من الكافيين يستحسن اني اشربه على فترة طويلة، عارف تمزمز عليه كمله في نص التمرين. ودائما لما تاخذ بري ورك اوت تبدا بنص السكوب بالاول وتشوف مدى حساسية جسمك للبري ورك اوت والكافيين الموجود في هذا البري ورك اوت. بالنسبة للبري ورك اوت بلند من ماي بروتين بيحتوي على 150 ملغرام من الكافيين، وهي تعتبر نسبة جيدة جدا لو انت مبتدئ ومتوسط. لو انت واحد صاروخ يعني وغوريلا وقوي جدا وزعيم الابطال ممكن تاخذ سكوبين وتحل الازمة تبعتك. المكونات الثانية او العناصر الثانية بدور عليها في البري ورك اوت اثنين اساسيين هما البيتا الانين، ومركب معروف انه بزيد التحمل العضلي، فبالتالي بتعمل عدات اكثر، بتمشي مسافات اطول، بتتمرن لفترة اطول، وبشكل ثانوي بتبني عضل اكثر. والجرعة الاكلينيكية الصحيحة من البيتا الانين انت محتاجها عشان يعمل التأثير تبعه 100% 3.2 جرام في السكوب. البري ورك اوت بلند من ماي بروتين بيحتوي على 1.6 وهي نص الجرعة الإكلينيكية، نوعا ما بتعمل نتيجة لو انت واحد مبتدئ. لو انت واحد محترف ووحش الأبطال وبطل أبطال وجراندايزر بتاخد سكوبين. المركب الثالث المهم أو بتلاقيه في معظم البري ورك اوت أو مركبات الطاقة اللي هي السيترولين مالات، والسيترولين مالات معروف انه المركب المسؤول على انه يتحول نيتروك أوكسيد. نيتروك أوكسيد بيزيد ضخ الدم في العضلة فبيعطيك البومب خلال التمرين، وفي دراسات أخرى بتدعي انه السيترولين مالات بيحسن أدائك الرياضي وبيزيد القوة خلال التمرين عندما تاخد في جرعات تتراوح بين 5 إلى 8 جرام. في البري ورك اوت بلند السيترولين مالات عبارة عن 3 جرام فقط، برضو نص الجرعة الإكلينيكية. بالاختصار البري ورك اوت بلند جيد جدا للمبتدئين والمتوسطين المستوى. لو انت واحد محترف مجرد انك تاخذ سكوبين بتعطيك الجرعة الإكلينيكية الكاملة من الكافيين البيتا الانين والسيترولين مالات. طبعا بالإضافة لمركبين تانيين موجودين في البري ورك اوت بلند التاورين والالتايروسين، وهدول بيزيدوا التركيز الذهني. هل هو بالنسبة للمكملات الأساسية هل هي مثبت علميا أو لا؟ في شرحت في حلقة سابقة إيش الأشياء اللي مدعومة بالدراسات وإيش الأشياء اللي أدلة عليها ضعيفة ومحتاجة أدلة تانية. هذا هو بالنسبة لحلقة اليوم. طبعا زي ما حكينا الأشياء هاي حينعمل عليها سحب، فلو أنت في دولة الإمارات العربية المتحدة اعمل فولو للأكاونت الإنستغرام اللي حيطلع على الشاشة في مكان ما، ححط البوست على الحساب تبعي كيف طريقة دخولك في السحب. هذا وأتمنى لكم يوم سعيد، وإن شاء الله بإذن الله بدأنا الموسم الجديد، يعني يعتبر موسم جديد، يعني استوديو جديد مكان جديد، فإن شاء الله حيكون لنا عودة أقوى، فيديوهات أكثر، وحنتكلم عن مكملات أكثر. لو في مكمل حاب إنك تعرف عنه اتركه في التعليقات. لو ما كنتش مشترك القناة اشترك القناة يا أخي، خلينا ندعم ونكبر ونوصل لأكبر مجتمع ونصير نعمل يعني سحوبات على أشياء أكبر. هذا ونشوفكم على خير في الحلقة القادمة، وسلام.